وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بالساعة في سلسلة تي سكاي لاين. طبعا اسمها اسطنبول لأن الخريطة هاي أصلا أول شيء بشرح لكم يوم أخوذها من خريطة اسطنبول واللي نزلها على أساس أنها اسطنبول، لكن أنا ما راح أسويها نفس اسطنبول في تركيا، لا أنا عندي فكرة عامة يعني، والخريطة هاي ناسبتني. بس بما أني أخذت خريطة اسطنبول بسمي السلسلة هذا الاسم هذا، بس عندي افكار جديده وشويه غير. يمكن بعضكم اخاف مل من سيتي سكاي لاين من كثر ما نسويها، عندي مليون سلسله سيتي سكاي لاين ترى في القناه، لكن ترى اللعبه حلوه، انا احب اللعبه هاي الصراحه يعني، ودائما اتم العبها واشارككم فيها. بس هاي السلسله ما فيها اي ادت تماما، بيكون الحين بنبدا نشتغل على مكان يعني ما في اي سلسله، ما في ولا شيء. لا تقولون شو اسمه لحظة وين صار؟ أوكي كمدينة خارجية طبعا بنبدأ اليوم قرية. القرية هاي أساسها شو؟ أبى أحطيها هني ما بين تو هايويز بعيدة شوي، ويكون فيها أيوة أباها تماشي الأرض. أيوة زين بالطريقة هاي، بس أبى قايس لها بشو؟ منزل أنا حدائق قداد ومنزل شوي، مش شوي شغلات يعني، منزل وايد شغلات جديدة. أبى حديقة تكون سمبل. مشكلة تشوفوا بعض المودات ما اقدر اشوف شو سالفتها. ايوه حاجة زي كده. ابا انزل اللي هو لا مش ميلتري ايرفيلد، منزل انا حدائق. لحظة وين صارت هذا بارك؟ ما نبغى ما 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 يلزمنا ابدا. وين 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 مش كل شيء ينزل في المكان اللي ابغاه معظم الوقت، لكن للأسف لازم نسوي بحث شامل أشوف. لا بعد وايد فخم، أبغى شيء ما يكون فيه فخامة ضخمة، أبغى شيء يناسب المكان. خلنا نشوف هذا كيف شكله. أوه ميلتري هاي وين تبغى؟ لا بقنو هذا صغير أحسه. أشوفه ليش كله يحط لي ميلتري؟ المفروض ما يكون ميليتريا على فكرة، المفروض ما يكون جيش هذا. أنا شو حطيت هذا ولا هذا؟ إيه هذا بعد ميليتريا أعطاني. لا 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 الحديقة اللي راح نسويها الحين راح يتأسس عليها المكان، ما نبى وايد شغلات الجيش ترى. بس بسوي جيش قريب يعني، نزلت شغلات حق الجيش على أساس شو نسوي. أشوف لا هاي مزرعة ما نباها. إنزين ما نبى المزرعة. أبا حد أي واحد يخ نفس هاي أشوفه. بس هاي شو مشكلتها؟ نزلتها قبل الشوارع ما ينزلون جنب بعض. لو ما أدري أنتم ما جربتوها جدا ما أعرف أشرح لكم إياها. هاي ميلتري بعد كانت، هاي أرمي بيس ما نباه، باركنج لوت ما نباه. ما اعرف الحين الاختيار الصحيح راح يكون من الحدائق القديمة، ما انها هي ممتازة. شوفوا حطينا حديقة بالطريقة هاي زين، وبنحطيلنا حديقة بالعكس. لحظة بالطريقة هاي ما اظن قياسها عدل، بس خلنا نجرب. اي قياسها مو عدل، نبغى حديقة. شو اخبار هالحديقة هاي؟ هاي احلى صح؟ لا مش حلوة اذا حق باركنج. فشو بسوي؟ بسوي حديقة لو احط واحدة جنبها كيف شكلها؟ انزين اوكي ممتاز كل شكلها مقبول. بحط بينهم شارع صغيرون الطريقة هاي يكفي؟ تصور يكفي. التول هذا بيساعدني اني اسوي الشوارع كلها موازية بعض زين، وبنيب شارع حولهم. هذا مركز المدينة كامل بيكون على فكرة. هذا كم تول فيونت؟ نبى تول فيونت غير تول فيونت من قدام مش من هني، لا يعني لازم يكون في تول فيونت. خلنا نسوي شغل مسطرات. لحظة تول فيونت من هني يعني اجيب الشارع من هني لين
من الشارع لحظة ليش رفعته؟ الشارع بيكون هني لين لحظة أو من هني لين هني تقريبا، وبعدين الطريقة هاي خلنا نشوف الحين كيف تركب. لحظة أيوة الشارع هذا بيأذينا، فخلني شو أسوي؟ خلني بالطول هذا، ها كله حق القرية الأولية. أح أح كنترول زي على فكرة يشتغله. خلني نحط الفرشة لحظة، أيوة سوري انزين حطي هذا الشارع من هني لين هني. أوكي ممتاز جدا ممتاز، وبحطي لهم الطريقة هاي ما يستوي، ها يستوي، بخلي الحديقة صوب ثاني يطلع ما عليه، مو مشكلة، مش قضية الكبرى اللي هي ما نقدر نعيش وغيرها. انزين بنحطي الشارع حبة بيكون اوف هني، بس ما احس انه بتكون قضية الكبرى، بنحطي دكاكين هني صبر. انزين خلينا نحطي ممرات وبنحطي بيوت عشان تبدأ القرية تشتغل. اول شي القرية تشتغل عشان نعرف شو نحطي لهم، يمكن يكونون محتاجين وهالسوالف. طيب الطريقة هاي الشارع، بنحط الشارع من هني لين او من هني لين هني، بس اوكي اظني عادي. وهني بخليه وهني بنخليه، هني بيكون في دكان وهناك بيكون في دكان، بس نبي نوصل هذا في هذا الشارع وهذا بالطريقة اصعب نوصل مكان. اوكي هذا مركز المدينة الاساسي. طبعا البيوت كيف راح تتمركز؟ شوفوا البيوت راح تتمركز على اساس مربعات. اوكي خلنا نطول هذا شوي، خلنا نطول هذا الشارع شوي. بنحطيهم على اساس شو؟ ما بنحط بيوت كبيرة على فكرة، حتى البيوت اللي بنحطيها بتكون كاستم. نستعمل هاي كمسطرة شوية. لحظة ما بالارض سيدة على فكرة، انا ابى الارض مايلة، فخلونا نسوي مربعات قدر الامكان. لا لازم نطول هذا حبة ونجيبه بالطريقة هاي، فراغ صغير وما يضر. انزين ومن هذا الطريق نفس الحالة بنسوي كذا. انزين وبنجيبه منو بيوت بالطريقة هذه. طبعا هني خلاص استوت اوتوماتيك شو مربع، خلهم مربعات انا محتاج انهم مربعات. انزين الحين بسوي شوارع وسط البيوت. الشوارع هاي اللي في الوسط احسها غلط، صبر، لان اوكي ممكن اكون شوارع رئيسيه معينه تكون شو جار، بس اذا القريه خلنا نتخيل قريه فقيره صح، شو لازم الشارع يكون عند البيوت؟ رمل صح. والله الاداء اقسم بالله انها تساعدني دائما بشكل مش طبيعي، احس وايدين بيكرهون السلسله هاي. نزيل اذا نبايل هني بيكون عندنا صناعية ومزارع. نحن الحين سويت انا كله فيرتلاند اصلا، هني بيكون مزارع مع البيوت، كل البيوت مكس مزارع ترى بيكونون يعني على فكرة. يعني هذا بيكون زوند اوت، وين هذا؟ ايوه هذا بيكون عندي، بسوي الطريقة هاي كلهم بيكون فيهم شو زراعة وهذا في نفس الوقت عادي، يعني لان الزراعة مضر. قرية قديمة زين، والشارع اللي ييلها طبعا ما بيكون شارع جديد، الشارع اللي يطلع منها وين بيكون؟ نبي نحط منطقة هني كهرباء. شوفوا الشارع اللي بييلها ما بيكون شارع جديد. لحظة في عندنا هاي واي اللي هو هذا وين لين هاي واي، شوفوا بيطلع الشارع هذا لان محطة الكهرباء بتكون على الطريق هذا. حلو اح لا 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 لا, لا. هذا العيد لا 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 هذا احسن. بنطلع شارع مهني للصناعيه مالهم، صناعيه ما اظن بتكون جديده اصلا في كل الاحوال. زين وشو بسوي؟ عندنا الشوارع الرئيسيه تخلص الشوارع الحلوه. زين وبيكون بس في الوسط الشوارع ممكن بتكون هني بالطريقه هاي حده، الطريقه هاي حدها
وهذه نفس الشيء يمكن احس هذا القياس حده وما نحتاج اكثر. شوفوا قبل نحط البيوت وكل شيء، صبر خلنا نوصل هاي الشوارع، شوارع رملية. هذا مش استقلالا في البيوت، لكن لو تدخلون في الواقع وتشوفون كيف البيوت القديمة مسوية وهاي الأمور، بتشوفون أن فعلا الشوارع اللي موجودة فيها ترابية، ما تكون شوارع شو بهذا التطور والقار والهذا والغالي اللي نحن نحطيه، ما يكون ضمن الحسبة أساسا. انزين خلينا نحط هاي بالطريقة هاي، نبالنا نطول الشارع من هني شوية. خلنا نطول الشارع شوية من هني، لحظة، وين الشارع الأساسي؟ انزين خلنا نسوي بالطريقة هاي، هذا غلط. انزين بنسويه شارع الترابي بالطريقة هاي، الطريقة هاي، الطريقة هاي، استوى بالطريقة هاي. أما هذا بيكون هذا الشارع طالع من هني إلى الصناعية مالهم هاي اللي هني بتكون، أوكي. وشارع الصناعية بنستعمل الشارع الزين مش الشارع المكسر، بنسوي شارع صناعية أساسي هذا. زين الشارع الصناعية الأساسي هذا بيكون زين، بيكون هذا الدخلة الأساسية للشارع. بنيب لنا الشارع هذا، هذا شارع اوكي ما باسيد 100%. ابا الطريقة هاي يدخل اول الصناعية، الطريقة هاي يطلع من ثاني صناعية. انزين حتى كتش يكون هذا الشارع اللي في الوسط هو الشارع الوحيد اللي شو زين. انا اسوي شارع سيدة تسوي هنا. انزين الحين هاي بتكون صناعيتهم صحيح؟ انزين والصناعية طبعا ما بتكون شيء واو، يعني بتكون عادي. في شيء، في شغلات جديدة بتعجبكم انتو في السلسلة، حاجات يعني زي العسل. انزين هاي والله صناعية اكبر من القرية استوت. انزين خلينا نحط اول شيء بيوت. لا كهرباء، شوفوا نزلت اماكن كهرباء نفس هاي، هاي مصنع كهرباء، ستايلات جديدة حلوة. شوفوا مثلا هاي، ايوه هذا هو المطلوب، هاي محطة الكهرباء مالهم بتكون، او مش النووي لانه يحق عقب مدينة بروحها شيء ضخم. بنحط الكهرباء هني اللي هي هذه اللي هي محطة SMG ولا MG الاولية، هاي جديدة بعد ترى شكلها مش كتر يعني، بس بالنسبة للقرية ما بتكون متطورة اكثر من هاي من تصوري الشخصي. انزين الحين خلينا نحط لها كيبلات للمدينة. شوفوا الحين صح انها سلسلة شوي ما بقصقص وبطول، تحسون مواضيع طويلة، بس صبر خلكم انتو يعني خلكم معاي في الموضوع هذا. زين اذا نطلع من وسط هذا ويركب، ولا هذا شو اخباره؟ لا هذا احس افضل. زين اذا اطلع هذا من هنا، حلو سبيس اوريدي اوكيبايد، اذا اطلع هذا نضرع هذا المكان. انزين على امتداد منو الشارع هذا، صبر هذا الشارع، شارع صناعية مو بشارع شو نبني عليه اصلا. نيبه لين هنا ونزل هذا تحت شوية، اوكي ايب هذا ايب، خلينا ننزل شوي تحت. انا متاكد اني نزلت ترانسفورمر ولا ترانسفورمر، انا نزلت ترانسفورمر اللي هو محول الكهرباء، ما تذكرون يا جماعه؟ زين اذا سالفتي فورمر، ايوه ما نزلته، ما نزلته، بنزل بعدين، متأكد نزلت يمكن شيء في المود ولا ماشيات بنشوف عقب. المهم بخصوص الماي، الماي بيكون بعد سيستم قديم شوية، الماي سيستم بيكون شوي قديم، لأن هني دائرة الماي والكهرباء مال منو؟ مال الناس اللي عايشة هني، فما يصلح أصلا يعني إني أسوي شيء يعني حلو وهذا وفنان وكذا، بيكون العيد يعني.
عرفتوا ما ينفع. نبى محطة ماي، بخ ماي صغيرة كفي المدينة هاي اللي هي هاي، شوفوا. ونبى المكان اللي هو ووتر تريتمنت اللي هو هني، براويكم اياه الحين، صبر دقايق بس. بنحطيه بعيد عن هناك عن التلوث، زين. هذا شوفوا يعالج المي، يعني شكله قديم حلو، يعني يليق على قرية، يعني بس حطي له شيء متطور بشكل مش طبيعي. ما راح اكد خير يا جماعة، ما راح اعين خير. انزين خلنا نحطي هالمرة الماي على طول الشوارع، زين. احطي بالطريقة هاي، ووصل هذا وين؟ هني، اوكي. ونوصل هذا بالطريقة هاي هني، والنيب الماي للقرية بالطريقة هاي، انزين. اظني افضل لفة هاي خارجية وفي نفس الوقت داخلية، هذه بالطريقة هاي، اوكي. بنا ماي. الحين شغلات لازم نسويها، شو نسوي زونك؟ قلنا لكم هذا كله بيوت، بس البيوت فيها شيء بسيط. هذا اللي هني كلهم بيكونون نفس البيوت، شوفوا هاي كلهم نفس البيوت بيكونون. ليش؟ لان يوم نحن بنبني بيوت، خلينا نروح جروبل، نحط لكم بيوت، نشل السيرش. ابى احط بيوت شوي ريفيه، زين. كان عندي وايد ديزاينات بيوت الصراحة، وكل واحد اسمه اغرب عن الثاني. تشوف هذا، هي مثلا هذا ديزاينه حلو ريفي، وبكلهم نفس ديزاينه، ما بغير ديزاين بيت واحد فيهم. ابى واحد في جراج، لحظة. ايه هذا في جراج، شوف. ايه هذا في جراج فنان. لحظة، هالمساحة خلها بالطريقة هاي. المساحة بنحط فيها بيوت صغار، صبر. بنحط بيته على الشارع الترابي، بيت على الشارع الترابي، بيت على الشارع الأساسي. انزين هذا ما اقدر احط بيت الا خلى هذا، بنحط فيه بيوت صغار. انزين تقريبا نفس التصميم بيوت باهن اللي بحطيهن. انزين شوفوا البيوت اللي هني، هني بيكون عندنا مساحة حق بيوت. هذا المفروض نفسه هناك يكون، أربعة يركبن بالراحة بالضبط، نايس. انزين نركبهم كلهم بالطريقة هاي، هاي بالطريقة هاي، انزين. ونبى بيوت هني بنفس الطريقة، ونبى بيت، بيتين، ثلاث، اربع، ست. بس الناتج شوي هني متعب، ليش؟ لان احنا في العادة نحط بيوت وما اسوي لهم سالفة بصراحة يعني، بس خلاص حطوا خلاص. الحين لا، الحين نحطوا لازم نسوي شوي ادارة حق البيت. يعني نشوف شو قاعدين نحطي، بنحط هني محلات تجارية، هني محلات تجارية، وابا بيوت اللي هن هذي لها. شوف لا هاي، لا بعد كبير، في بيوت ضعف نحصلهن. ايوه شوفوا هني بيت، بيت، اوكي، بيت 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 بيت، دار دار، زنقة زنقة، انزين. بيت بيت هني ما يركب عندنا بيوت، خله هني ما يركب بيوت، خله هني بيت بيت، انزين. وهني عندنا بيكون خلاص تمام، انزين. الحين شو بسوي؟ بنشغله شوي، انزين. بس شو ابى اسوي؟ ابى اجيبه هني بعد، بعدين بشله، مو مشكله. اوكي وصلت كهرباء، ناس نايس نايس، انزين. الحين محلات تجاريه شنو نبغى؟ نحن نبغى محطه بترول، غاز ستيشن، يعبون بترول جماعة. اشوف ايوه. ونبى سوبر ماركت، اشوف ايوه. ونبى شيء ثالث، كوفي، هذا برجر هاوس، يباله مطعم برجر. لا هذا عود وايد. اشوف بوبز برجر، لا كافيه، حط لهم كافيه، لا نبغى شيء ستايل شوي. دقيقة، ستاربكس حطي لهم، وبنحطي لهم جنب ستاربكس محل البرجر هذا، اوكي. شوفوا الحين قرية حلوة تستوي، يعني على الاقل يكون فيها غاز ستيشن وهالسوالف، بيكون بيكون شيء حلو يعني. خلينا تشوفهم يبنون، زين.
شوف نايس نايس، قاعد يبنون البيوت اللي نبغاها، بيكون المفروض نفس الشكل، حلوين متناسقين. شوف ايوه وايد حلوين، وايد حلوين. الحين يبالنا مجموعة خدمات ثانية. شوفوا للحين نحن في الماينس، خلنا نشيل هذا، بنحط بيوت هني، بخليه مزارع. صبر، هني بيكون بيوت بيوت بيوت، لازم نعدل الميزانية. بيوت بيوت بيوت، اوكي بنحطهم نفس البيت، بنحطيهم نفس البيت. لا لا، هذا بعد وايد غير. تو انا اعرف وين البيت اللي كان. صبر، احطي لكم بيت اكبر شوي، مساحه ياخذ. نبى بيوت اشكالها شوي اكبر عن هذا اللي نحن حاطين هذا، ترى الحين نبى بيت. اشوف ايوه، هاي الناس عندهم شوي، لا بيوت اصغر، هاي نبى بيت اكبر شوي. هذا بعماير ندخل، ما نبى عماير، بيوت حديثه بمسبح، لا ما بيناسب الثيم اللي ماشيين عليه. نبى بيوت اكبر لكن مش بالطريقه هاي. ايوه هاي بيوت حلوه، هاي حلوه ان يكون فيهم. لو تطلعون العاب المزارع، هذا بيركب على الثيم مالنا كمزارع، وايد حلو بيكون، شيء مرتب يعني. هذا ما يركب بيت، خله برايه. شوف هني، بس هذا انا علتي هني ما يركب، حطي واحد بالعرض. لا خلينا نمشي بالعكس، دقيقة زين، بنسوي بيوت بالطريقة هاي شوي. ترى الانجلز مش 100%، خلي هذا فاضي. بنيب كان عندنا بيت هني، واحد اثنين، شوف شكل البيت احسه حلو يركب في النص. انزين بنيب بيوتنا هاي مرة ثانية هني، واحد اثنين اربع خمس ست، واحد اثنين اربع خمس ست، اربع ست سبع ثمان، بنعدهم. انا اسف اللي يبون ادت، لكن الحين اباكم تتابعون معي المشروع التفجيري هذا. وين صار بيتنا الثاني؟ ايوه هذا هو، بنحطي هذا هني، واظني اوكي ما في مكان ثاني نحطيه. حلو، باقي لنا الحين هذا المكان. لا ايوه وهذا بنينا. اوكي استوى. عندنا بقعة ما حطيت فيها بيوت، لحظة بنحط فيها واحد اثنين، واحد اثنين، لا ايوه واحد اثنين، مركب الثالث. لحظة لا نبى بيت اصغر اصغر، هذا هذا ممتاز. واحد ما عنده وايد فلوس، سكن غصب، هذا هذا سكن غصب، مش عكيف سكن. شوفوا انتوا بس يعني جمالية المكان، بس ما اعرف اذا معاي انتم مركزين ولا ما بنوا هني بيوت. لحظة في عندنا بيوت نحن ما حطينا لها، هي ويت 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 ويت، لازم نحط كل مكان بيوت، مش على كيفهم يبنون. زين بنحط هذا، لا صديقنا وين صار؟ هذا كان واحد اثنين ثلاثة، بيكون اوكي. اذا طلع شيء مغير بغيره مو مشكلة، بس ابوهم يبنون بالطريقة. شوفوا البيوت محلاها، يوووو المنطقة محلاها. انزين حتى على فكرة، على فكرة محطة شو اسمه، انا منزل مودات الدنيا. انزين هذا مثلا اباكم تشوفون محطة المطافي، هذا اللي بتكون على اول مدينة بتوصل هناك. ايه very nice.
حاطين لنا مطافي هني، بنحط لنا الشرطة. شوف المبنى، بروكم المباني، مباني قديمة منزل لنا أشكال. شوفوا كيف يوصل، نايس. مركز صغير قديم، وبنحطي أحط عيادة صغيرة. أيوة العيادة القديمة، شوف أشكالهم، شوف أشكالهم، عجيب. شوف الويراوس هذا فنان كيوت. شوف المركز، شوف العيادة انتو بس، نايس. أحس جيب فنان المكان، أحس المكان حلو بيكون. انزين الحين بنحطي لهم مقبرة بس. انزين All Soul Cemetery، نبغى خط هذا يكون فيه خط مقبرة، بس ما بحط المقبرة على طول عليه. شو بسوي؟ بسوي بالطريقة هاي. انزين بنحطي المقبرة هني على جوانب الشارع. انزين وبنحطي لهم ماي، نبغى ماي حقهم. اوكي ونبغى في مجموعة مقابر عندنا نزلتها. وين صارت؟ سوري، هذا صح. اوكي بس هاي اظني اعرف انا احسن وحده. في كولكشن ثاني ممكن نسوي، هذا شيء قديم بس لا، بس نبغى هاي. ناس تي وين؟ هذا المكان، هذا مكان زين. شوفوا كيف استانسوا العالم. الحين الناس بتبدا تي شوي 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 بتبدا تي. الحين شو بنسوي؟ بنسوي زون. الزون هني بنحط شو؟ وين صار؟ ان هني بس يكون في فارمنج فقط، فقط فارمنج. زين ان حتى لو يطلع اي شيء يكون مزرعه. فبوقف اللعبه، بنحط هني، لا هني خلهم بيوت في النص مزارع. زين وبنحط لهم اللي هي مزارع. زين بسوي سوالف فارم سيميليتر، عرفتوا؟ يبنا مزارع نحن. فارم، وين صار الفارم؟ فيلد يمكن. اوكي تعالوا، هاي اللي بروح نحطونهم. اوكي نايس. بعدنا نستعمل المودات. شوفوا مزرعتين. هني ما بنحطي مزرعة، وهني ما بنحطي مزرعة. هني بنحطي شيء صغير، هني بنحطي سايلو. ابا سايلو مش سايلو ما يركب. نبغى بطيخ. بطيخ لا ما نبغى، نبغى شيء يركب عنا بشكل حلو، يعني يبين انه قرية. يعني مش في نهاية اليوم، هاي مش اسمه. شل هذا من هني، وشل سوي الزون هذا، وبنشل هذا اللي هني. اوكي بيستوي عنا هني. شو تشوف المزارع محلاها بالله عليكم، من حلوات. زين بنحط هذيل هني، وبشل هايل من هني. وابا بيوت صار نفس اللي سويناهم من ساعة. هاي البيوت حلوات، لا هاي اي هذه الحلوات. انزين نبا بيوت هني، يعني شوفوا القرية محلاها. تون هني في سوبر ماركت، في محطة بترول، عندهم ستاربكس. لكن شوف عندهم ستاربكس، وين قرية نفسها فيها ستاربكس؟ انا فتحت فيها ستاربكس وبوبز برجر، برجر برجر، ستاربكس، ستاربكس. انزين الحين بعد عندي شيء ثاني بحطه هنا، بحطه جامع، انا بحطه مسجد. ويت خلنا نشل هذا. وين بيكون موسك مسجد؟ وين بيكون؟ في شو اول موسك بنحط لهم شو؟ مسجد. خلنا نشوف مسجد يركب على المكان. مسجد صغيرون يكفيهم، ولا نحطي اكثر من مسجد؟ المسجد هاي ليش يسوي ازعاج؟ مسجد ما يسوي ازعاج يا اخي، غلط اللي حاط هذا، غلطان. ممكن نحطي اكثر من مسجد عيل، بنحطي لهم مسجد هني صغيرون ما في ازعاج. ما اعتقد ان المسجد المفروض يسوي ازعاج. انا اصلا
زين بنحط لهم مسجد هني، بس مشكلة بقى كل حد يجي المسجد، كل الأحوال ما راح يكفي كل حد صح؟ هني شكله مكان ممتاز، بنمتد لهناك شوية صوب الهايوي. انزين في شيء ثاني لازم نسويه الحين اللي هو نقطة التواصل مع منو؟ مع الهايوي. فخلونا نسوي تقاطع هني او النيب. انا منزل اخر مرة كولكشن ضخم يعني خيبة، شو ابو هذا بنسوي لهم طلعة، لكن اوكي منطقية نوعا ما، مش وايد منطقية هاي. اوكي دور دور من تحت هاي واي، اوكي بينفع لهم لانهم مش المدينة الكبيرة اللي نحن بنحط لهم. شو فيها؟ شوف هاي او هاي 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 زينة، هاي زينة. زين بنحط لهم الهاي واي لان هاي شارع مرمر، بس ما اظني راح يكون لهم الممر الضخم اللي ممكن يكون موجود فعليا. انزين بسوي تو واي هاي واي من هني. انزين لين اول القرية اللي هي، خلي الشارع يكون مايل مش سيدي اصلا. اوكي يدخل لنا هنا اوكي. واخر شيء لا ما يبغى له مال حشره حتى. شوفوا شوفوا المسجد محلاه، شوفوا المسجد محلاه، في مزارع، في ناس هنا بتشتغل اكيد، في ناس بتطلب سكن. فاستوى عندنا تقاطع مع الهاي واي ان شاء الله. خلينا نشوف حد بي، ما حد بي من الهاي واي، ابا حد من الهاي واي، ابا حد من الهاي واي. حاو زين بنحط الدكاكين عند المسجد. نحن عندكم في العادة في دكاكين عند المسجد، ما اعرف عندكم انتم خبروني. المسجد يكون في عنده دكان اذا كان في فريج طبعا، ما اتكلم عن مكان ضخم وهذا، لا ما اتكلم عن نص مدينة، اتكلم عن يعني برع ما بين الفرجان مثل ما يقولون، ولا المدن الصغيرة السكنية. يكون عندكم دكاكين عند المسجد، يكون في العادة بقالة يكون ولا شيء يعني، دكان نحن نسميه دكان بقالة، شو تسمونه انتم، شو يكون عندكم موجود. لانه الحين خلينا نروح على جروبل، نروح شو عندنا دكاكين، نبى دكاكين صغار. جروسري اكتب جروسري، جروسري يعني بقاله. ارل تانك مدري منو، هاي الكلهن هاي شكل لا مال جروسري. ما في جروسري عندي، دكان دكان ابى شيء يليق على المكان يعني. كي اف سي كبير، ايس كريم ابى شيء والله على القياس. هذا الشوب عادي، هذا الشوب حلو. بنسوي مجموعه دكاكين لان بقول ان هذا مسجد. اوكي نفس الشكل، شوفوا لازم حد يكون عايش عند المسجد. نسيت اسوي لهم مجاري. يا حبيبي مجاري عندنا مكان حقه هنا بيكون. انزين هذا بيكون مجاري، نبا بعد شو اسمه ريسايكلينج سنتر. طب هذا وين يوصل؟ ما يوصل المدينة كامل. نبا حد يجمع الوسخ حق المدينة، يعني مجموعة خدمات عندهم. هذا وسخ ستاندرد بعيد عن المايا، لان المايا هناك استوي لازم عالمية اذا سوينا شيء. سمول بايو برودكت، شيء صغير يشتغل فيه واحد، كم نفر يعني بس يشتغل فيه مش وايدين. شوفوا هذا يسوي ريد فيزر برودوسنج غاز ترانسفورت انتو الكتريسيتي، هاي يحول النفايات ل لكهرباء، واللي هو شيء منطقي بالنسبه للمكان نفسه. ونحط لهم سمول ريسايكلينج، يعني بما ان نحن ندعم اصلا اعاده التدوير، انا شخصيا ادعم شيء اسمه اعاده التدوير. احب اذا شفت مكان اعاده تدوير احط فيه ما ادري انتم ما تحبون الشغله خبروني. لا هني لا ما بيستوي الشارع. اوكي فخله بدون تقاطع، وبسوي له عندهم مي، هي عندهم مي، وبسوي مجاري موجود، كل شيء موجود. اوكي بس ليش هذا مو شغال يعني؟ اوه لحظه المفروض موجود ولا مش بوك عدل، ولا مو بشغال؟ المفروض انه شغال. هاي ما عندهم كهرباء ليش؟ لحظة كهرباء معقولة ما تكفي؟
اي والله الكهرباء ما تكفي، المحطة وايد صغيرة، عيل لازم اغير المحطة. بنحطي هاي كم ميجا وات سوي لنا؟ هاي 40، نحن كم نستهلك؟ 19. عاد خلنا نشل نحطي ضمن الباكج الجديد. اوكي هذا محول الكهرباء مال محطة الكهرباء هاي، فما بشله. ان شاء الله تكلفته ما تكون وايد عالية، لان الحين عندنا مشكلة في التكلفة. نحن ابا اوازن شوي تحت، ما ابا اجيب العيد. انزين خلنا نرجع للسيستم القديم 11 في المية. تذكرون السيستم هذا؟ يكونون مستانسين بعدهم على 11 في المية، ما عندنا مشاكل للحين. ما عندنا قطار، ما عندنا ولا شيء، ولا مترو. مكان ريفي بحت، اي شيء يبونه لازم يروحون. وين في حد في واو يا الهاي واي، شوفوا الزحمه، شوفوا زحمه الهاي واي على المكان. الناس قامت تسكن الحين، شوي شوي الناس قامت تتي. وايد وايد زين، وايد زين ان الناس قامت تتي. لو لاند فاليو ليش؟ المفروض اللاند فاليو عندكم مليون. هي ازرق اللاند فاليو. زين في عندنا مزارع، في عندنا وظائف، في عندنا كل شيء. زين بنحط مزارع زياده في المكان. احس المكان هذا مال مزارع اصلا، فخلنا نحط هني مزارع واحد. لا هني دكاكين كامل عند المسيد، هني المزارع كلها. زين وبنحط بيوت. نبغى نزيد بيوت؟ لا حاليا ما نبغى نزيد بيوت، بس شو نبغى؟ حطي لنا مزارع او بيوت بلاستيكيه جرين هاوس، ان شاء الله يركب عدل ومضبوط. بنحط بيوت بلاستيكيه هني، لان هاي ناس ريفيه، ومعظم الناس الريفيه بتعيش من ورا شو؟ من ورا صناعه، من ورا تجاره، من ورا هاي السوالف. يعني ما بتعيش من ورا شو اسمه هاي البروسيسنج سايلو. لازم يكون عندهم واحد يكون عنده السايلو هاي، ولا اللي وين يجمع البذور يسوي لها بروسيس، ولا كيف انت بتسوي اي شيء ثاني. انزين الحين نبى حظاير، شو حيوانات. طبعا هي بتسوي هاي كشكل على فكره فقط، يعني في العاده راح تسوي شو هي بالضبط اللي يسويه الكوميرشال العادي، انه يسوي برودكتس. بس الفرق برودكتس زراعي بيكون، مش برودكتس نحن نسوي له شيء يعني كبير. ابى شيء صغير بس هذا يكفي، هذا خله ما نبغى. زين هني راح يكون دكاكين. دكاكين دقيقة، دكاكين لا 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 لا، هذا مش دكاكين، هاي دكاكين بتكون. زين لايف ستوك، نحن ما نبغى لايف ستوك. لحظة زين هذا علق وياه في اليو اي شكله وبيناحس. زين اصلا الحلقه قربت تخلص. ايوه ناحس، ما دان اليوم يناحس معي بالطريقه هاي. انزين الحين شو بنسوي؟ بنحطي لهم ما اعرف، هذا يمكن مال البريد. بنحطي لهم برجرين ثاني غير، تعرف البرجر عندنا نحن اكثر شيء في العالم، كل احد في العالم يفتح مشروع يفتح برجر، ما يعرفون يفتحون العالم شيء ثاني. انزين بنحطي مغسلة سيارات. كيف ما حطيت مغسلة سيارات؟ حطي جنبه برجر. زين برجر هذا استوى فيلر مالي حق كل شيء. انزين بنحطي لنا دكان صغيروني، دكان نفس هذا اشكالهم صغيرة بس انتي تحطيهم ضخم. ايوه هذا الدكان. انزين وبنحطي هني محلات مختلفة، يعني من باب تنويع. بس هل المحلات شو الفرق بينها وبين محلات مال اللعبة؟ من الواقع حد يسوي لك شيء، حد يحط لك شيء. هذا شب كبير شوي بنحطيه هني، وبنحطي شب اكبر هني، ونبى شب طولي. اوه ركب ممتاز ممتاز، هذا كبير المحل. هاي محلات يعني الحين حق منو؟ حق الناس اللي ساكنه هني. بس بنحط لهم هذا عشان ما حد يبني شيء هنا ما نعرفه. انزين عماره واحده مصدر موجود دائما في كل فريج، في كل هذا، في كل. شوفوا هاي قضيه يعني زينه. اهم شيء فيها مسجد، شوفوا عند المسجد خدمات عند المسجد كله. شوفوا دكاكين تنوعت، ها شو لحم يبيع، ما ادري شو يبيع الاخر. زين انه في كذا نوع من نفس الشيء.
هاي محطة بترول، مع انه المفروض انها كاروش، ولا كاروش وين حط اذا غسيل سيارات؟ هذا تطور على طول. انزين الحين لان احنا احتياج مش طبيعي للصناعة ترى، فخلنا نشوف. اوكي نايس. الحين اللي نبغى نسويه هنا صناعية صغيرة، لانه معنا احنا صناعة الا هني وين بيصلحون سيارات وين بيسوون كذا. هذا صناعية عادية بدون اي تخصص، بس حتى هذا ما بخليه في حاله. صبر، ابى جراج. ما في جراج؟ وير هاوس، مخازن. خلنا نخلي هالمنطقه مخازن هني. زين هاي مخازن. اوكي وبنسويها شوف فاكتوري. ابى شيء اتوقع ان كان عندي وين صار، بس انه ما بحد يبني هني شيء يتذاكى علي. ما ادري اذا بيبني هذا هني، صعب لكن اتمنى. يعني عندنا مصنع صغيرون، مصنع صغيرون. ما في جراج؟ لا ما في. نبغى بعد شو نبغى في الصناعية؟ شو شغلات الواحد يدور عليها؟ محلات صغار. زين محلات صغار هذا ممكن نستغني عنه بعد. عماير صناعية. نبى سوالف. ايوه لازم في شيء في مدخنة. هذا شو فاسيلتي؟ ها شكله سكن ولا شيء، خلينا نحطيه هني. ونبى ها شو سويت شوب. اوكي نبى لنا محل في الصناعية، بس هذا وايد كبير. نبى مكان، ابى جراج شيء يعني. ايوه ها شكل الجراج، تشوف هي شكل الجراج تشوفه. محل صناعية بعد. وير هاوس، مستودع. ما نبى ما نبى. ها شو اندستريال يونت، والله هذا زين شكله بس كبير مشكلته. فشو بسوي؟ برجع اول شيء وين كانوا المحلات الصغار شوية. ها مخزن، مخزن كبير وايد. فاكتوري، مصنع، ما عندنا تحت نحن مزارع وهذا. وهذا بعد ما ادري شو فاكتوري، ما ادري شو يصنع. من كل شكله احاول اجيب المباني قريب من بعض. شوفوا احاول اقرب المباني من بعض كاشكال. والله شيء جميل بيطلع هالمكان. واه شوفوا عنده عواير، عندهم عماير وايد حلو، وايد فنان. بس تو عندهم صناعة شوي والله، بس الطلب بيتم يزيد لأن عندنا وايد وظايف. فشي ممتاز والله، بس يباله دوار. صبر، يباله نسوي دوار صغيرون من هالشارع. صبر، نبى دوار شارعين نفس الاتجاه. 3 units 4 لا 3 3 3. انزين والحين شو بنسوي؟ بنحطي مشل، بنلغي هالشارع هذا. انزين وبنحطي وين؟ بنحطي هالشارع هذا بالطريقة هاي، مايل هني. لحظة نبى نميل الشارع هذا بالطريقة هاي، وأجيب هذا. لا انزل بني بش سيدة. صبر هذا يباله تكتك شوي. زين تيبون السيدة بالطريقة هاي، وهذا سيدة بالطريقة هاي. شو أساس يستوي عندنا مفترق، اللي بزحمة للصناعية يروح الصناعية والعكس صحيح، لأنه بيكون شيء وايد ممتاز. الحين أبا أجيب لهم مدرسة تعليم صغيرون. نزلت شوي مدارس سيستم قديم تراني، نزلت وايد شغلات. أبا مش مدرسة عسكرية، لا أبا سيستم قديم. متأكد منزل عندنا هاي الكلاسيك موجودة،
اللي هي مدرسة شكل سيستم جديد. بس صبر خلنا تشوف إذا في شيء ثاني. هاي ثانوية عامة بس وايد عودة. نبا مش هالي نبرسي. لا والله شكل أول مدرسة هي أحسن مدرسة صراحة، اللي هي هاي وحدة هني، وحدة هني حق النمو السكاني. نزين وبنحطي لنا هاي سكول يمكن هني مدرسة ثانوية، لأن البيوت راح تمتد وتمتد ترى، البيوت راح تكون أكثر وأكثر. لأن الحين يمكن أحطي هذا الطرف لأن عندنا ناس في المدينة نحن صح، فهذا الطرف شو راح يكون؟ راح يكون عماير فيه مش كذا، مش بيوت عادية، بيكون فيه عماير، العماير الصغار الأوليات إذا عرفتوا قصدي. أي عماير قصدي. صبر نجيب هذه هني. زين براويكم لحظة سامبل، لأن وقت الحلقة تقريبا خلص، لكن أنا شبه متأكد أن عيبتكم الحلقة، براويكم. شوفوا هذه عماير أوكي سكان حلو. بني بهني شو بيوت، ولا ممكن تعرفون شو، خلنا نلغي هاي النيب عماير هني، ونبقى في وسط العماير باركنجز. هلا وش نجيب لكم العماير اللي انا اقصدها؟ ويت هذه، شوفوا هاي العماير كلهم نفس الشكل بعد. طب لو بتصيرون المدن القديمة معظم الدول بتشوفون ان العماير اكثرها نفس الشكل، صدق او لا تصدق، بتشوفون معظمها اكثر شكل، فما تصدقون يصيروا شيء. كنتوا تشوفوا سووا بحث عن المدن القديمة بتشوفون ان العماير، لان معظم اصحابها بيكونون نفس الشيء ترى، معظم العماير نفس الاصحاب عندهم. نزيد فالحين نبقى عماير بعد قديمة شوي، سيستم قديم، القرية هاي كل شيء فيها قديم، من عماير من هذا من ذا، كلها سيستمات قديمة شوي. نزيد شوفوا هذا وين بيسكنون معظم الناس الحين، بيحتاجون لخدمات وين؟ مركز المدينة. كل مرة انسى الماي. الحين هذه القرية القديمة هاي بتكون واحدة من المدن الرئيسية ترى عندنا. خلكم اللي نحتاجه واللي ما نحتاجه. الحين احنا قاعد نوازن الاقتصاد على هذا على ذاك على بعض الامور. شوفوا بس هاي ساكنين في زاوية المكان ومستانسين، بس يبالهم مسجد صدقون، يبال مسجد ثاني. وين؟ هني في الوسط. لحظة يبالنا جامع موسك، مش هني سوري في اول. زين حطي لهم جامع ثاني. وين؟ في الوسط. ايه بنحطي لهم هني جامع، خلهم يجون هني يصلون. زين هاي بالنسبة لهالحلقة، حلقتنا اليوم خلصت. اظني بتعجبكم السلسلة هذه، لان هاي الخريطة لازم تكبر كثير زين عشان تستوي قرية كبيرة فيها وايد زراعة، فيها وايد امور كمصدر اساسي، لازم تسوي لها مخارج ثانية. وهالشارع تشوف اختيار جيد يعني بالنسبة للقرى الصغيرة كوصلات يكون موجود. مشكورين على متابعة الحلقة كالعادة، وجزاكم الله الخير. اتمنى انكم تكونون مستانسين ومبسوطين، واتمنى ان السلسلة هاي سلسلة اسطنبول بتكون تعجبكم كثير، اتمنى ان شاء الله انا هالشي طبعا. فان شاء الله نشوفكم على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.